بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم إن شاء الله عن ثالث موضوعات diseases of the immune system اللي هو الـ immunodeficiency. immunodeficiency disease. immunodeficiency disease is caused by A. يا إما congenital بنسميه primary، يا إما acquired بنسميه secondary. Defects in the lymphocytes, phagocytes, and other mediators of the acquired or innate immunity. يعني ال autoimmune disease نتيجة defect يا إما في ال innate immunity يا إما في ال acquired immunity. ممكن يكون نتيجة genetic factors فبنسميها primary، يا إما يكون نتيجة secondary factors زي مثلا لو في انفكشن، لو في كرونيك ديزيز، و و و ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. يبقى يا اما برايمري يا اما سكندري. The presenting symptoms of these disorders are persistent and recurrent infections which are severe and caused by unusual microorganisms. يعني المايكروورجانيزمز دي بتبقى low pathogenic زي النورمال فلورا of the body، تمام، وبنسميها opportunistic infections، بنسميها الانتهازية opportunistic infections. The primary immunodeficiency ممكن يحصل في T cell، ممكن يحصل في B cell، ممكن يحصل in both T and B cells. T cell deficiency بنسميه Dijorge syndrome. خدنا في الامبريولوجي حاجة اسمها البرانكيال ارشز او الفرنجيال باوشز. عند الثيرد والفورث فرنجيال باوشز لو حصل فيلير اوف ديفلوبمنت في الاثنين باوشز دول، طبعا من ضمن الكونتنتس اوف ذا ثيرد اند فورث فرنجيال باوشز الباراثايرويد جلاند والثايمس جلاند، الباراثايرويد والثايمس، وبالتالي بيحصل hypoplasia of the thymus and parathyroid gland. أول manifestation بيجي بيها الطفل ده الhypocalcemic tetany عشان الhypoparathyroidism. بعدين followed by a recurrent viral infection، لأن الT cells زي ما قلنا إن هي مسؤولة عن السيل mediated immunity، والسيل mediated immunity mainly مسؤولة عن الintracellular pathogen زي الفيرال انفكشن او الفنجال انفكشن، البارازيتيك انفكشن، may be associated with cardiac and facial anomalies. ده congenital anomaly، فالcongenital anomaly عادة بيكون معاه other congenital anomalies بنسميها الفيش ماوس او الفلات فيس. ينفع الطفل ده نديله vaccination live attenuated؟ لا، لان live attenuated vaccines في الimmunocompromised persons او immune compromised children ممكن يتحول للوايلد فورم وممكن يعمل انفكشن. طيب ايه الايمونولوجيكال فايندينجز اوف Dijorge syndrome؟ رقم واحد ليمفوسايتوبينيا نتيجه decreased of the T cell number. رقم اثنين decrease in the T cell function. يعني الايمونولوجيكال فايندينجز يا اما نلاقيها نتيجه decrease in the T cell number يا إما decrease in the T cell functions. زي إيه T cell functions؟ زي decrease response حاجة اسمها phytoheme agglutinins. الphytoheme agglutinins دي بتعمل proliferation of the T lymphocytes. فطبعا عشان ما فيش T lymphocytes فبيحصل loss of response. رقم اتنين impaired delayed type hypersensitivity reaction، لأن delayed type hypersensitivity reaction بين قوسين كده cell mediated immunity، عبارة عن cell mediated immunity. طيب بنعالجه ازاي؟ رقم واحد اول manifestation بيجيني بيها ال hypocalcemic tetany، يبقى logic ان انا ال first treatment بتاعي يكون ايه؟ calcium and vitamin D. رقم اتنين انا ممكن اعمل thymus tissue transplantation او ادي thymic hormones، وبالتالي بتتظبط ال T cell proliferation and maturation. الطفل ده عادة بعد 5 سنين بيرجع يبقى normal تاني. يبقى التريتمنت أول حاجة administration of
كالسيوم اند فيتامين دي عشان الهايبوكالسيميك تيتن. رقم 2 بدي ثايميك هرمون او بعمل ثايموس ترانسبلانتيشن. وبنعدي الخمس سنين، بعد الخمس سنين دي الطفل ده بيرجع يبقى ايه؟ نورمال تاني. طب بيبقى نورمال ازاي مفيش ثايموس؟ لان بعض الليمفاتيك تيشو بتقوم بدور الايه؟ الثايموس جلاند في الديفلوبمنت اند ماتوريشن اوف تي ليمفوسايتس. بي سيل ديفيشنسي او الاكس لينكد انفانتايل اجاما جلوبولينيميا وبنسميها البروتونز ديزيز. ات افكتس ميل انفانت. ذا كونديشن مانيفيستد باي ريبيتد بايوجينيك انفكشن، مش فايرال انفكشن، بيحصل بعد 6 او 9 شهور عشان الايمينوجلوبولين الايمينوجلوبولينز الاي جي جي سكريتد ان بريست ميلك واللي باست ثرو ذا بلاسينتا بتحمي الطفل في اول 6 شهور. طيب ايه الايمينولوجيكال فايندينجز اللي ممكن نشوفها؟ رقم 1 مفيش سيركيوليتنج بي ليمفوسايتس. رقم 2 البي ليمفوسايتس هي اللي سكريتنج الايمينوجلوبولينز، وبالتالي هنلاقي فيه لاك اوف اول كلاسز اوف ايمينوجلوبولين. رقم 3 بيحصل فيلير اوف ريسبونس تو انتيجينيك ستيمولاي ذا تشايلد ريمينز تشيك بوزيتيف افتر دي تي بي فاكسينيشن. الدي تي بي المفروض الدفتيريا تيتانوس اند برتاسس. الدفتيريا المفروض ان بعد التطعيم يبتدي الجسم يفرز اميونوجلوبولينز او الاميون سيستم او البي ليمفوسايتس سيكريتنج اميونوجلوبولينز اجينست الدفتيريا، وبالتالي لو عملنا تشيك تيست المفروض يطلع نيجاتيف. طبعا مفيش البي ليمفوسايتس مفيش اميونوجلوبولينز، وبالتالي التشيك تيست بيفضل بوزيتيف. ليمف نود بايوبسي بلاقي فيه ابسنس اوف بلازما سيلز ولاقي فيه hypoplasia of the tonsils. طيب ايه treatment؟ رقم 1 avoidance of infection. رقم 2 بدي antibiotic therapy if indicated. رقم 3 بدي الجاما جلوبولين كل 3 او 4 اسابيع to maintain the concentration of the serum immunoglobulin. وفي حالات الفاريسيلا زوستر بدي الهايبر immune serum. selective immunoglobulin deficiency. في البي سيل deficiency في loss of all classes classes of immunoglobulin. طب هل ممكن يحصل ان يحصل deficiency of one or two of immunoglobulins؟ اشهر مثال عندنا اللي هو ال IgA deficiency. The most common condition in which there are low or normal number of mature B cells that fail to secrete IgA due to unknown genetic lesions. طب ايه الايمينولوجيكال فايندينجز؟ رقم 1 هنلاقي لو ليفل اوف سيرم اي جي اي بيكون اقل من 10 ملي جرام لكل ديسيليتر، بيكون نورمال او لو نمبر اوف اي جي اي بيرينج بي سيلز، نورمال ليفل اوف سيرم اي جي جي واي جي ام. يعني لو قيسنا الاي جي جي والاي جي ام هنلاقيهم نورمال، لكن اللص هنا فين؟ في الاي جي اي. طيب التريتمنت رقم 1 بندي انتي بايوتكس. طب ينفع ندي اي جي اي ارتفيشالي؟ لا. ليه؟ لان ان ذيس كيسز أو in these preparations the immunoglobulin A أو IgA can be recognized as a foreign antigen. Combined T and B cell deficiency أشهرهم severe combined immunodeficiency syndrome. This may be due to failure of differentiation of the stem cell. هنا بقى المشكلة في الستيم سيل عشان تتحول للليمفويد progenitor cell أو myeloid progenitor cell، فبيحصل failure of differentiation، فبيحصل deficiency of both T and B cells. فنلاقي في humoral immunity and cell mediated immunity deficiency. يعني بيحصل deficiency في humoral immune response وبيحصل failure of cell mediated immunity. عادة الطفل ده بيموت في خلال سنة، بيموت في خلال سنة. طب ايه immunological findings؟ رقم 1 هنلاقي hypoplasia of the thymus gland لما بنعمل chest x-ray. رقم 2 بنلاقي فيه lymphopenia عشان decrease the B with T lymphocyte. هنلاقي فيه ال loss of the function of the T cells. هنلاقي فيه impaired response to phytoheme agglutinin و impaired delayed hypersensitivity reaction. وبيحصل decrease لل B cell number and function. نلاقي فيه ال serum immunoglobulins أقل من النورمال. رقم 2 no response to antigenic stimuli زي ما اتكلمنا التشيك تيست. طيب ايه التريتمنت؟ التريتمنت هنا
بون مارو ترانسبلانتيشن، بون مارو ترانسبلانتيشن، وبندي جاما جلوبيلين، بندي انتيبيوتكس في حالات البكتيريا الانفكشن، ممكن نعمل جين ثيرابي، بس بنخاف من الجين ثيرابي يحصل ديفلوبمنت اوف ايه ليوكيميا. Other types of combined B and T lymphocyte deficiency ataxia telangiectasia. ده عبارة عن combined immunodeficiency بس مع dilated small blood vessels of the sclera وبيكون معاه ataxia. الفيسكوت-ألدريخ syndrome ده عبارة عن immunodeficiency بيبقى معاه eczema ومعاه recurrent infection وthrombocytopenia. رقم 4 البير ليمفوسايت سيندروم، وده بيكون ديفيشنسي اوف اكسبريشن اوف ميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 1 معاه كلاس اسف كلاس 2 معاه كلاس 1 او ما معهوش برضه اسمها البير ليمفوسايت سيندروم. يبقى البير ليمفوسايت سيندروم نتيجه الديفيشنسي اوف اكسبريشن اوف ميجر هيستوكومباتيبلتي كلاس 2 ويز اور ويزاوت كلاس 1. ده كله في الادابتيف اميونيتي. طب بالنسبه للانيت اميونيتي، الانديت اميونيتي عندي حاجتين، الفاجوسيتوزيس والكومبلمنت سيستم. الفاجوسيتوز يا اما بيكون في ديكريز في النمبر اوف نيوتروفيلز، يا اما بيبقى في جينيتك ديفكت في الستيبس اوف فاجوسيتوز. يعني مثلا ممكن يحصل ديفكت في المايجريشن اند ادهيجن اوف فاجوسايت، فبنسميها ليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي سيندروم او اللاد. ممكن يحصل ديفكت في الفيوجن ما بين الفاجوزوم واللايسوزوم، بنسميها التشيدياك هيجاشي سندروم. ممكن يبقى فيه ديفكت في الانتراسيلولار كيلينج زي الكرونيك جرانيلوميتاس ديزيز. طيب بالنسبة للكومبلمنت سيستم، ممكن هي رير كونديشن، ممكن سيرتين كومبوننتس اوف ذا كومبلمنت سيستم ار ابسنت. زي ايه؟ زي يحصل ديفيشنسي اوف سي 2 اللي هو كومبلمنت نمبر 2 او الكومبلمنت نمبر 5 سي 2 and C4. بيبقى دايما associated with syndrome بيبقى شبيه بالsystemic lupus erythematosus. ممكن يحصل deficiency in C3 و C5, 6, 7, 8. بيبقى associated with recurrent pyogenic infections will increase the possibility of a disseminated Neisseria meningitis أو Neisseria gonorrhea. Deficiency in factor B and proberdine، والاثنين دول زي ما احنا فاكرين بيدخلوا معانا في الاكتيفيشن اوف alternative اوف complement system by alternative pathway، بيبقى دايما associated with Neisseria infection. رقم 4 deficiency of complement receptors، وده بيديني leukocyte adhesion deficiency. طيب كل دول primary أو genetic immunodeficiency. طب secondary immunodeficiency ممكن يكون نتيجة viral infection, bacterial infection, fungal infection, parasitic infection، وأشهرهم ال HIV أو human immunodeficiency virus، واللي بيعمل بيسبب ال AIDS أو ال acquired immunodeficiency syndrome. طيب رقم 2 malignancy زي الليوكيميا والليمفوما، الاوتوميون ديزيز زي السيستميك لوبس، اذر كونديشنز بقى زي الديبليتيشن والديابيتس والبيرن واليوريميا والمالنيوتريشن. البرولونجد هوسبيتال ستاي ويز انفيزيف مانوفرز زي اليورينري كاثرايزيشن وانترافينوس كانيوليشن والارتفيشال بروسيسز، ده طبعا بيزود البوسيبيليتي اوف انفكشن وسبتيسيميا، ممكن يعمل بايلونيفرايتس، ده بيعمل اميون ديفيشنسي. ممكن اعمل induction of immunodeficiency by immunosuppressive drugs, cytotoxic drugs، وفي بعض الانتيبيوتكس بتعمل agranulocytosis، وده طبعا بيقلل الgranulocytes وفي نفس الوقت بيكل النورمال فلورا، وده بيعمل flare up للpathogenic microorganisms. شكرا لحضراتكم.